اليوم يا جماعة راح نبلش إن شاء الله في تشابتر 8، وتشابتر 8 العنوان تبعها اللي هو تكاملات integration. integration يعني تكامل. هلا نحن أكثر شيء تعلمناه لحد الآن اللي هو التكامل بالتعويض، اللي هو التكامل by substitution. هذا التكامل بالتعويض طبعا تعلمناه في ريفيو، يعني من شابتر 1 لشابتر 5 تعلمنا كيف نعمل تكاملات بالتعويض. اوكي، واخذنا تطبيقات عليه، مثلا في شابتر 6 اخذنا تطبيقات، واخذنا تطبيقات عليه في شابتر 7. بس هلا في عندنا كمان نوع اخر من التكاملات اللي هو التكامل بالاجزاء، اذا انتجريشن باي سبستيتيوشن بالتعويض، هاي يعني التعويض. تكامل بالاجزاء اللي هو باي بارتس الاجزاء، وايضا هذا هو عباره عن 8.1 درس اليوم راح نعمله شرح له. بعدين راح ناخذ تكامل باي تريجونومتريك سبستيتيوشن. اللي هو عباره عن 8.3. راح ناخذ كمان تكاملات سبيشال، نوع اخر يعني سبيشال من التكاملات لها علاقه بالترايجونومتري. لما تكون يعني باور، فيها باور قوه يعني، هذا عباره عن 8.2. وفي عندنا جزء مهم جدا اللي هو باستخدام البارشال فراكشن، اللي هو الكسور الجزئيه اللي هو 8.4. إذا ظل معنا وقت ممكن نتطرق لنوع مهم كمان اللي هو 8.7، إشي بنسميه improper integral. فهاي هي الخطة بشكل عام لشابتر 8، هاي خطة شابتر 8 كلياتها. فنحن هلا بدنا نركز على هذا الموضوع، احنا اليوم درسنا اليوم تكامل بالأجزاء، فبدي أجي على 8.1 هلا وناخذ مع بعض اللي هو integration by parts. والتكامل الأجزاء كلها قاعدة واحدة يا جماعة. تكامل باختصار تكامل U DV بيساوي U V ناقص تكامل العكس V DU. هذا هو التكامل بالأجزاء. وإذا كان التكامل محدود، يعني تكامل U، يعني إذا كان تكامل U DV من عند A ل B تكامل محدود، يعني هذا عبارة عن رقم، ساعتها نفس الحاجة بحط يو بي، بس بيجي بحط هون بعوض مرة الحد العلوي بي مرة الحد السفلي، وبعمل ناقص تكامل من A ل B وبحط العكس، هون يو دي بي هون بحط بي دي يو. إذا هذا هو درس اليوم. فناخذ اكزامبلز تطبيق مباشر على كيف أطلع تكاملات من هذا النوع. فمثلا لو جيت أعمل تكامل مثلا إكس كوساين الإكس، لاحظوا هون هذا التكامل بظبطش بالتعويض، لانه بالتعويض بده يكون عندي اقتران ومشتقته جنبه، هذا الاقتران اللي هون مش مشتقته، او العكس مثلا، فهذا التكامل ايش؟ بالتعويض. فانا هلا شو باجي بعمل؟ باجي بعمل هذا التكامل تكامل يو دي في. كيف يعني؟ يعني باجي بحكي انا عندي هي، باخذ عندي هون يو بسميها اكس، وبالتالي راح تقبع عندي اللي هي دي في اللي ظل، اللي هو عبارة عن كوساين اكس دي اكس. ساعتها هلا القانون تبعي شو بقول لي؟ القانون تبعي بقول لي تكامل يو دي في هو عبارة عن يو في في ناقص تكامل العكس في دي يو، هيك القانون بقول. معناتها انا هلا شو بلزمني؟ بلزمني في وبلزمني دي يو. انا معطى معي يو، فدي يو هي dx، وبلزمني v، بعمل تكامل الطرفين هون، بعمل تكامل، معناته v شو تساوي؟ شو تكامل الكوساين اللي هو الساين. وبيجي بعمل تعويض مباشر، بيجي بحكي محل ال u بحط x، هاي محل ال u بحط ال x، محل ال v بحط الساين، هاي ساين ال x. بعدين ايش بعمل؟ ناقص تكامل محل ال v، هاي هالفي، بحط
اللي هي عبارة عن ساين الاكس، ومحل الديو هاي ديو بحط محلها دي اكس، معناته بيطلع معنا الجواب النهائي اكس ساين اكس ناقص شو تكامل الساين اللي هو سالب كوساين الاكس وزائد سي، لانه تكامل شو ماله؟ تكامل غير محدود، وبالتالي بيطلع الجواب النهائي اكس ساين اكس زائد كوساين الاكس زائد سي. طبعا فينا نتاكد احنا صح ولا غلط، شو بسوي؟ اللي طلع معي هون بشتقه، اذا بطلع له الديريفيتيف، اذا بدي اشتق هاي بعيد هاي الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول، واحد الكوساين مشتقته ايش؟ سالب ساين الاكس، والرقم مشتقته صفر، فبتروح هاي مع هاي بضل الجواب اكس كوساين الاكس نفس الرقم نفس الكمية اللي هون، شايفين كيف؟ نفسها. فبهاي الصورة بعمل انا تكامل بالاجزاء، وبالتالي بطلع التكامل بطريقة الصحيحة. فاللي متابع معي وفاهم طريقة الحل يضغط الرقم واحد، وإذا حدا عنده أي سؤال يرفع إيده. جميل جدا. إذا هلأ باختصار يعني شو بيجي بعمل في التكامل بالأجزاء؟ وكأني شو بسوي؟ وكأني بضرب هاي في هاي وبعمل تكامل لحاصل الضرب اثنين للتحتانيات، بس تنسوش اشارة السالب، فبدي احط هون كمان ايش؟ سالب عشان تتذكروا السالب. اذا هاي الطريقة. كنت في طريقة ثانية بقدر اطلع نفس السؤال، فبدي ارجع لنفس السؤال. هلا في طريقة ثانية للحل بنقدر من خلالها نكتشف الحل تبعنا طلع كيف. هاي الطريقة هي عبارة عن طريقة أخرى للحل، فبدي أجي أحط هنا أنا بدي أرجع لنفس السؤال x كوساين x. هلا الطريقة الثانية بنسميها عن طريق الأسهم. كيف هاي الأسهم؟ هي بالأجزاء يعني. لما أجي أطلع ولاقي جوا التكامل اقتران وأنا أشتق فيه بصفر، بينما الاقتران الثاني طلع هذا الاقتران لما أشتقه بصفر، وهذا الاقتران بعرف أكامله، واحد بعرف أشتقه وواحد بعرف أكامله. هلا اللي بعرف اشتقه بجيبه بحطه هون، واللي بعرف اكامله بحطه هون. فبروح على اللي بدي اشتقه، شو مشتقة الاكس؟ واحد، مشتقة الواحد صفر، تمام؟ هلا بروح على الاخضر بعمل تكامل للكوساين اللي هو ساين. يعني هون بعمل تكامل وهون بعمل ايش؟ ديريفيتيف. تمام؟ هلا برد بعمل كمان تكامل، شو تكامل الساين؟ اللي هو عبارة عن سالب كوساين الاكس. فهلأ بعدها شو بيجي بسوي؟ طريقة الأسهم، المقصود في الأسهم إنه بيجي بعمل بهي الطريقة، هاي بلس وهاي ماينس، وإذا في كمان سهم بلس بعد ماينس، إذا ببلش بالبلس وبضل مكمل بهي الطريقة. معناته التكامل تبعنا اللي قدامنا راح يكون حاصل ضرب اكس في الساين، فهي بيطلع الجواب اكس ساين الاكس. بعدين ايش عندك؟ سالب السالب بصير موجب زائد كوساين الاكس زائد سي، جاهز بخطوه واحده بطلع جاهز. شايفين كيف؟ هون اخذ منا شويه خطوات، هون اخذ منا شويه خطوات، هون زبط معنا على الاسهم وطلعناه في خطوه واحده. فاللي فاهم معي يضغط الرقم اثنين، واذا حدا عنده اي سؤال برفع ايده. طيب جميل جدا، ناخذ كمان اكزامبل حتى الصوره تصير واضحه للجميع. لو اجيت على نفس السؤال مثلا، لو اجيت اسال السؤال نفس السؤال اللي حليناه قبل شوي، واجيت حكيت انا بدي اطلع مثلا تكامل من صفر لباي اكس كوساين الاكس، بعيد هذا التكامل محدود، معناته الجواب اللي بيطلع معي هون هذا الجواب بجيبه نفسه هون يساوي هي بطلع الجواب معي بهي الصورة اللي هو عبارة عن x sin x، وبعدها بيجي عندك cosine x وعمل تكامل محدود من صفر لباي، بس عمل تكامل في الآخر بعوض مرة اللي فوق مرة اللي تحت، فهي بتطلع باي في جيب الباي زائد cosine الباي، هي عوضت اللي فوق ناقص بعوض اللي تحت، صفر في جيب الصفر زائد جت الصفر. فكنا بنعرف إنه جيب الباي صفر والصفر هاي بتصفر، بينما جت الباي سالب واحد
وهي سالب واحد. فشو بيطلع الجواب هلا؟ بيطلع معي سالب واحد من اول القوس، وبدي يطلع معي كمان ناقص سالب واحد من القوس الثاني، جتا الصفر واحد، اسف، هاي جتا الصفر واحد، جتا الباي سالب واحد، لانه احنا عندنا دائرة الوحدة. انا عندي الصفر هون، هاي نقطة اسمها واحد وصفر، وهي النقطة اسمها ناقص واحد وصفر. هون بتكون عندنا الزاوية ثيتا صفر، هون بتكون الزاوية عندنا ثيتا بتكون باي، فالجتا هو المقطع السيني. فعندنا هون الجتا تاع الصفر واحد، بينما الجتا تاع السالب واحد اللي هو عبارة عن الباي، فالجتا الباي هي سالب واحد. فبطلع معنا الجواب تطبيق مباشر بهاي الصورة. إذا هي يساوي تحت اليساوي صفر ناقص واحد ناقص صفر زائد واحد، فبطلع الجواب ناقص واحد ناقص واحد، يعني ناقص اثنين، تطبيق مباشر. هلا بدنا نشوف مع بعض كمان اكزامبل آخر. فمثلا لو جينا نعمل التكامل التالي، شو تكامل واحد على اكس دي اكس؟ كلياتنا بنعرف ان تكامل واحد على اكس هو عبارة عن لين قيمة مطلقة للإكس، صح؟ زائد سي، هنا أخذناه. طب السؤال، لو انطلب مني أعمل تكامل كالتالي، شو تكامل للين الإكس؟ دي إكس، شايفين كيف؟ هل هذا التكامل يعني بس فقط بس بالأجزاء بنشتغل عليه، أوكي؟ هذا التكامل بنشتغل فيه إيش؟ على الأجزاء. ف بنفرض لك هلا كانها واحد من الاكس هي، فالالكترون اللي بقدر اشتقه هو الواحد، بفرضه يو وبطلع دي يو اللي هي صفر، والالكترون اللي بدي اكامله بفرضه مثلا دي واي اللي هو لين الاكس، قصدي العكس، انه الالكترون اللي بشتقه لين الاكس وبشتقه واحد على اكس، والالكترون اللي بكامله واحد فبطلع تكامله اكس، وبعمل طريقة الأجزاء. جميل، إذا أنا بدي أعمل تكامل لين الإكس دي إكس، بدي إياه تكامل يو دي في، صح؟ فأنا أيوه بالضبط. شو بعمل يو هون؟ باخذ يو هي عبارة عن إيش؟ لين الإكس. وشو هي دي في اللي بظل، اللي بظل بعطيه لدي في اللي هو إيش؟ اللي هو واحد. هلا واحد دي إكس، هلا اليو بدي أطلع لها إيش؟ بدي أطلع لها دي يو. فبتصير إيش؟ واحد على اكس دي اكس على، هلا التكامل بكامل الطرفين هون بطلع بي بيساوي اكس، صح هيك قصدك؟ هلا بيجي بطبق على القانون، بيجي بحكي القانون بقول لك ايش؟ هي عباره عن يو في ناقص تكامل العكس في دي يو، بطبق تطبيق مباشر. يلا عوض كل واحد محله، اليو اكس لين اكس ناقص اكس لين الاكس مضروبة في v x ناقص ناقص x اللي هي تكامل ال v هي عبارة عن x، ودي ال u اللي هي عبارة عن واحد على x دي x، تطبيق مباشر. فهلا فبتروح ال x وبتكامل الواحد، ممتاز، اللي هي لان ال x ناقص x، ممتاز، أحسن، زائد c لأن التكامل غير محدود. إذا هلا بطلب من الجميع زي ما بحكي لك مثلا شو التكامل الساين، تحكي لي مثلا ناقص كوساين، شو تكامل الكوساين تحكي لي ساين، معناتها هلا بدنا ندير بالنا شو تكامل لين الاكس، الجواب اكس لين الاكس ناقص اكس. هاي على السريع، لازم بعد ما اشتقناها لازم نبقى عارفينها هلا على السريع. طيب جميل جدا، هلا بعدها بقدر اخذ مثلا تكاملات بهاي الصوره. مثلا لو جانا اكزامبل سؤال بهاي الصوره، كيف اعمل تكامل مثلا ل اكس تكعيب مضروبة في ايكو اكس؟ هلا هون بفكر انا بهي الطريقة، بيجي بحكي ما في عندي انا هون مثلا فانكشن المشتقة تبعته، لاحظوا انه هذا الاقتران مشتقته مش موجودة جنبه ولا العكس، معناته هذا التكامل انا بدي اعمل ايش بالاجزاء، هي يو دي في، بس بيجي بحكي بينه وبين نفسي ايش؟ ما هو انا في عندي اقتران هون وانا اشتقه بصفر، هذا الاقتران وانا اشتقه بصفر، وهذا الاقتران سهل اكامله، فبيجي بعمل اللي بدي اكامله هي ايكو اكس، واللي بدي اشتقه بيجي بحطه هون، هي اكس تكعيب. هلا شو مشتقة اكس تكعيب؟
2 اكس تربيع، بعدين 4 اكس، بضلش طاقته يصفر، بعدين 4، بعدين 0. بعدين بروح بكامل اللي على الطرف الثاني، ايكو اكس تكامله نفسه 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 نفسه. بعدين ايش بجيب الاسهم؟ ببلش من فوق، هاي اول سهم موجب، السهم الثاني سالب، اللي بعده موجب، اللي بعده سالب. معناته التكامل تبعنا على السريع، شو بيطلع الجواب؟ يلا اضرب اكس تكعيب في ايكو اكس، هاي اكس تكعيب في ايكو اكس. بعدين ايش بجينا هون؟ سالب 2 اكس تربيع في ايكو اكس. بعدين ايش بجينا؟ موجب 4 اكس في ايكو اكس. بعدين ايش بجينا كمان؟ سالب 4 في ايكو اكس. ولان التكامل غير محدود هي زائد سي، ونطلع حالين السؤال جاهز. طبعا بامكاننا ايش نعمل؟ نخرج عامل مشترك اذا بنحب، بزبط او بضل بهي الصوره. وهذا التكامل بقدر اعمله عن طريق ايش؟ الاسهم، لانه في عندي اقتران وانا اشتقه بيسفر يعني، والاقتران الثاني سهله كامله. هلا مرات بيجي اسئله صعبه مثلا، اذا بقدرش اشتق بقدرش اكامل، ساعتها بدي اعمل على الطريقه الاولى اللي هي على هي الطريقه يعني. فهذا السؤال كل ما يتعلق بهذا الاكزامبل. خلينا نشوف اذا في حدا عنده اسئله. طلع الطريقتين بزبطوا يعني، لو حلينا على هاي وحلينا هاي بزبط. بس ايش؟ هاي اسهل لك خطوه واحده يعني، بدي اعطي اكزامبل. خليني اعطي اكزامبل على الطريقتين عشان نشوف مع بعض. مثلا لو حكيت اكزامبل كالتالي، لو حكيت كيف اطلع السؤال كالتالي، شو تكامل اكس تربيع ايكو اكس دي اكس؟ تمام. هلا هاي على الاسهم على السريع، هاي اكس تربيع مشتقتها 2 اكس، مشتقتها 2، مشتقتها 0، وهي ايكو اكس التكامل نفسه. وبالتالي بخطوه واحده على السريع بقدر استنتج هاي موجب، هاي سالب، هاي موجب. معناتها هاي على السريع التكامل تبعها لازم يطلع معنا كالتالي، اكس تربيع في ايكو اكس ناقص 2 اكس في ايكو اكس موجب 2 في ايكو اكس زائد سي. جاهز الحل. هلا اذا بدنا نعمل على الطريقه الثانيه ساعتها فيش مشكله، بيجي بحكي انا هاي اور يعني او، بدي اروح اعمل تكامل مرتين بالاجزاء. بيجي بحكي هاي تكامل يو دي في، وفي الحاله انا بدي افرض مثلا على فرض انه يو تساوي اكس تربيع، معناته دي في اللي ظل اللي هو عباره عن اي ايكو اكس دي اكس، معناته هاي بدي اطلع لها المشتقه دي يو اللي هي 2 اكس دي اكس، وهي بعملها تكامل بيطلع معنا الجواب ايكو اكس. هلا بيجي على القانون، بقول القانون شو بقول لي؟ القانون بقول لي يو في في ناقص تكامل العكس، وهي يو في في بضرب يلا اكس تربيع في ايكو اكس. لاحظوا صارت طالعه معنا من هون، شايفينها؟ هي نفسها صح. هلا بعدين ايش ناقص؟ هي ناقص تكامل في اللي هي ايكو اكس مضروبه في دي يو، هي دي يو اللي هي عباره عن 2، هي 2 برا، وهي الاكس، وهي دي اكس. هلا بدي ارد اعمل تكامل كمان مره بالاجزاء هون، لانه هي بدها كمان مره تكامل الاجزاء. فبيجي بحكي هي اكس تربيع في ايكو اكس ناقص مثلا، ممكن هي اعملها كالتالي، اجي احكي هي تكامل من الاول. هلا بيجي بحكي كالتالي، هي تكامل يو دي في، وبرجع بعمل كمان واحدة، بيجي بحكي أنا بدي أخذ يو تساوي مثلا 2 إكس كويس، وآخذ مثلا دي في اللي ظل اللي هو عبارة عن إيكو إكس دي إكس، وبعدها هون بيطلع معنا دي يو بيساوي 2 دي إكس، هون بيطلع في بيساوي إيكو إكس لما نعمل تكامل. وأنا بيجي هون هلا على القانون، بيجي بحكي هي عبارة عن إكس تربيع في إيكو إكس ناقص، هلا بفتح كوس بلاش أنسى الكوس هون لأنه في سالب بستنى برا، وبحكي هاي القانون تبعها هي عبارة عن يو في في ناقص تكامل العكس في دي يو. وبيجي بعمل تعويض مباشر، فأنا عندي هون كل شيء محله هاي اكس تربيع في ايكو اكس ناقص، هلا بضرب يو في في، قديش يو في في؟ 2 اكس في في اللي هي عبارة عن 2 اكس في ايكو اكس ناقص تكامل في اللي هي عبارة عن ايكو اكس دي يو اللي هي عبارة عن 2 دي اكس. فبطلع معنا التكامل كالتالي، اكس تربيع في ايكو اكس ناقص 2 اكس في ايكو اكس زائد شو تكامل هاي؟ نفسها وزائد سي. لاحظوا انه بيطلع معنا نفس الجواب، شايفين هاي الجواب تبعنا؟ طلعناه هنا في سطر واحد، اللي طلعناه في سطر هيو، اللي طلعناه في سطر طلعناه هنا في خطوات عديده، فالجواب لازم يطلع نفسه. بس اذا بظبط بالاسهم اشتغلوا على الاسهم، لان الاسهم اسهل لكم. فهي هي الفكره يا ساره. اوكي جميل جدا، نشوف مع بعض كمان مثال اخر. شو رايكم طيب في مثال زي هيك مثلا؟ اكزامبل، شو رايكم في هذا السؤال؟ اكزامبل
كيف اطلع تكامل مثلا اي كو اكس ساين الاكس؟ مين بيعرف يجاوب على هذا السؤال؟ يرفع ايده. يلا شوف قدام التكامل اي كو اكس في ساين الاكس، هل في عندنا هون اقتران ومشتقته جنبه اللي عشان نعوض نستخدم طريقة التعويض، ولا بنستخدم فكرة أخرى؟ يلا شوف. نعم يا شهد. ما بدنا نستخدم الأسهم لأنه ما عندنا اقتران بفقر. إذا هون بنشتغل على الطريقة الأولى اللي هي يو دي بي. آه. فبنطلب مثل إذا تمام. فبنطلب إي إكس يو دي بي يعني هيك صح؟ وبيجي بحكي ايش؟ بيجي بحكي انا عندي تساوي اي كو اكس ونكمل الاكس ساين الاكس دي اكس. طيب لما اشتق دي يو شو بتعطيني؟ شو بصير لو عكسناهم؟ ولما اكمل الفي دي اكس نفس بالضبط صح؟ لما اكمل بعطينا هيك ناقص كوساين. طيب جميل جدا. هاي كده نطبق على القاعدة، هاي عبارة عن يو في في ناقص تكامل العكس، صح ولا لا؟ صح. وتصير اي اكس في ناقص كوساين الاكس ناقص كوساين الاكس في اي اكس ناقص زائد تكامل اي اكس في كوساين الاكس سالب مع السالب. طيب السالب مع السالب بروح بصير موجب، يعني هيك قصدك صح؟ طب وشو عمل هلا؟ هلا هاي لما بنرجع بنكملها بتطلع معنا نفس الاولى نفس الاكزامبل، فبنجمعها على طرف ونقسمها اثنين. ممتاز. معناتها انا هون هلا شو بدي اجي اعمل؟ بدي اجي احكي وتساوي سالب اي كو سالب اكس كوساين الاكس زائد تكامل يو دي في من الاول، فبدي احطها بلون اخر، زائد تكامل هاي اليو دي في. معناتها انا هلا بلزمني هلا هون كمان مره اعمل صح؟ فهون شو بعمل؟ بيجي بحط مثلا يو تساوي اي كو اكس ودي في تساوي اي اكس كوساين اكس دي اكس، صح هيك؟ تساوي كوساين الاكس وبشتق هون وبكامل هون، صح هيك؟ يلا شو بطلع الجواب هلا؟ بطلع الجواب اي اكس كوساين الاكس ناقص تكامل اي اكس كوساين الاكس. هلا هاي حسب القاعده هاي ناقص تكامل العكس. طبعا هذا الكلام كلياته بقدر احط على الشمال، طبعا على الشمال انا عندي ايش؟ على الشمال عندي اي كو اكس ساين الاكس، صح هيك؟ هلا شو بعمل؟ باجي بعمل هاي شو بصير معي؟ هي سالب اي كو ناقص اكس في كوساين الاكس زائد اي كو اكس في ساين الاكس تعويض مباشر ناقص تكامل ساين الاكس مضروبه في دي يو. شو اعمل بعدها؟ ردت رجعت هلا بجمعها الجهه ممتاز. هلا هاي شرطها سالب، هاي شرطها سالب، بوديها على الطرف الثاني عند صاحبيتها، شو بتصير هلا؟ بصير انا تكامل اي اكس ساين الاكس، صح هيك؟ بصير كميتين يساوي ايش؟ سالب اي كو ناقص اكس كوساين الاكس زائد اي كو اكس ساين الاكس. وفي النهايه السؤال بده بس كمية واحدة مش كميتين، فبقسم على اثنين. لما اقسم على اثنين بطلع الجواب معنا ايش؟ هاي نص في، كمان ممكن نطلع الاكسبوننشال عامل مشترك، بضل عندك كوساين اكس زائد ساين الاكس، طبعا في هون سالب، وكل هاي الكمية مضروبة في اي كو اكس. طبعا اعتقد فيش عندنا سالب صح؟ السالب هذا مش هون. لا ما في سالب. ما في سالب هون. ما في سالب، ما في سالب. وبالتالي بقدر اطلع الاكسبوننشال عامل مشترك. فبطلع معنا بهي الصورة، لأنه تكامل غير محدود بنحط له زائد شو؟ زائد سي. ممتازة. طيب بدي أسأل سؤال، فكركم بزبط على الأسهم ولا بزبطش؟ آه يا عمر. لا دكتور، لأنه الإقترانين ولا واحد منهم بتقدر تصفره يعني. طيب في حدا كمان عنده اقتراح ثاني؟ فينا عبد الباسط. نعم عبد الباسط. بضبط دكتور على الاسهم. اه مش سامع الصوت، لو تعلي صوتك. بضبط دكتور على الاسهم عادي. اذا الصوت واطي عند عبد الباسط. طيب خلينا نحاول نجرب يا جماعه، ركزوا معي. طبعا السؤال تبعنا ايكو اكس ساين الاكس، ركزوا معي.
درجة أحل نفس السؤال تبعنا تكامل إيكو إكس ساين الإكس. الكتا دا جيب هون فانكشن اشتقه دا جيب هون فانكشن عمله تكامل. شوفوا عليه بحط هون الإكسبوننشال وبحط هون الساين أو العكس. بعدها شو بسوي؟ الاقتران الأول بشتقه، لما اشتقه بصير نفسه. الاقتران الثاني لما اشتقه بصير كوساين. برد برجع الاولاني، طبعا احنا هون مشتق، اسف هون من كامل، فهي اشتقينا الاكسبوننشال وهي كملنا الساين، بيطلع لما نكمل الساين بيطلع سالب كوساين، صح؟ لما نعمل تكامل للساين بيطلع سالب كوساين. برد اكمل، بكمل بيجي بشتق الاكسبوننشال بيطلع معي اكسبوننشال، برجع بكامل الكوساين بيطلع معي سالب ساين. طيب السؤال وين اوقف؟ مين بقول لي ليش بوقف هون؟ مين بقول لي ليش اوقف هون؟ بظبط على الاسهم، مين بقول لي ليش اوقف هون؟ يلا يا دانا. هون لانه التنين صاروا بتشابهوا، فعلى طول ممتاز، على طول بنقدر انه ننقلها ممتاز للناحيه الثانيه. طولي بالك، طلعي بلشنا بالاخضر، بوقف لما يطلع معي اخضر شبيه فيه، مش بالضروره الاشارات يعني، بس المهم ايش؟ طلع اكسبوننشال اكسبوننشال ساين ساين، بوقف. هلقيت لما بوقف بقدر اشغل الاسهم تبعتنا، هي موجب هي سالب. هلا اللي بيفرق هون لما يبقى في عندي ستوب لازم ارجع، لازم اجي احط سهم من هون لهون كمان سهم واعمل تكامل. لانه في الاول بكى هي صفر، بكى في الاول يكوى محلها صفر، فبكيتش اعمل الخطوه هاي اللي تحت لانه بكى في هون صفر، بس هلا مش صفر فضروري اعمل هاي الخطوه. فشو بصير الجواب معي؟ ركزوا معي، يطلع الجواب ايكو اكس في سالب، هي سالب ايكو اكس كوساين الاكس ناقص الناقص شو بصير؟ موجب ايكو اكس في ساين الاكس. هلا بعمل من عندي زائد، القاعدة بتقول زائد وبتعمل تكامل، اضرب هذول في بعض اللي تحت اللي بالاخضر اللي هو ايكو اكس مضروب في سالب ساين اكس. سالب ساين اكس حكيت هذا السالب ساين اكس موجود هون وموجود على الطرف الثاني، فبوديه على الطرف الثاني. لما بوديه شو بصير الجواب؟ 2 تكامل ايكو اكس ساين الاكس تساوي سالب ايكو اكس كوساين الاكس والساين، وفي الاخر بقسم على 2. طلعوا في خطوه واحده بطلع جاهز، اذا ضبطت الاسهم كمان ساين الاكس وزائد سي لان التكامل غير محدود. لاحظوا نفس الجواب، شايفينه؟ هاي الجواب اللي حصلنا عليه هون بعد جهد جهيد قدرنا نحصل عليه عن طريق الاسهم على السريع. فبتامل الصوره تكون واضحه للجميع. اذا الكل فاهم تبع معي، نضغط الرقم 100، واذا حدا عنده اي سؤال يرفع ايده يستفسر من اي حاجه بدي اياها. طيب في عندنا حدا عنده سؤال؟ قصي، نعم قصي. انا عارف يا دكتور. تفضل. بس انت بجوز حكيت ما انتبهتش انه بالنسبه متى بنوقف يعني. بنوقف، طلع بلشت هون، انا بلشت هون في اكسبوننشال في ساين، بظل مكمل 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 تمني احصل على نفس النتيجه، هاي اكسبوننشال هاي ساين. الاساسيه نفس الصوره الاساسيه. ايوه. شكرا شكرا. العفو. طيب نشوف كمان مين عنده سؤال. في عندنا بايلسان. نعم بايلسان. اضغطت دكتور من قبل. ولا يهمك. طيب ساره. نعم ساره. دكتور بزبط لو حليت تكامل على الطريقتين وطلع معي جواب مختلف ولكن صح، بزبط ولا ما بزبط؟ كيف يعني جواب مختلف ولكن صح؟ ما انت لحالك بتحكي جواب مختلف ولكن صح، كيف بتطابقوا على بعض هذول؟ خلص يعني اذا ما بزبط. طلعي نحن بنعمل رياضيات، الرياضيات يا غلط يا صح، فيش شيء وسط يعني، يا ابيض يا اسود، فيش شيء رمادي. هلا اذا اشتغلتي على الطريقه الاولى لازم يطلع معك نفس الجواب هيو، واذا اشتغلتي على الطريقه الثانيه صح بطلع معك نفس الجواب. هلا اذا ما طلعوش زي بعض يعني يا اما في خطا بالحل يا اما انه ما في تبسيط للنهايه. خلاص تمام ماشي. تمام يلا. في عندنا ايه ريان. نعم ايه.
دكتور هلا إذا كان في عنا تكامل بزبط أضل أكامله بالأسهم، بس هو بصفر، بس حله كان كتير طويل بالأسهم إلا استنى لي يصفر، فبزبط أعمل زي ما عملت أنت هون للإي للإكس، أعمل ناقص تكامل شو اسمه مع إنه هو بصفر. هلا إذا بصفر ما هو خلص طلعي، ما هي هاي الجنرال ميثود، إذا بصفر هون لما أعمل آخر خطوة تطلع صفر، هاي لما تقبل آخر حاجة صفر هون، هاي الخطوة تطلع صفر. برجع عنا سؤال زي اللي فوق، يعني زي هاي الأسئلة بتطلعي كيف زي لما أعمل. طب لو فرضنا يعني مثلا إنه حل كان كتير طويل لأوصل للنقطة اللي هي صفر، للاشتقاق صفر، فما في مجال أعمله ناقص تكامل إذا كان في عندي شبيه. كيف يعني طويل؟ لحد وين يعني؟ مش فاهمة إيش؟ يعني أنت قصدك مثلا هيك x قوة 12 في e قوة x، السؤال زي هيك يعني، هاي x قوة 12 بضل اشتق فيها، هي صح بتطول بس بالآخر بتسفر هاي. بس يعني بزبطش أعملها مثلا إذا وصل عندي لنقطة كانت برضو بتشبه اللي فوق اللي أول وحدة بلشنا فيها، بزبطش أعمل فيها ناقص تكامل، مزبوط؟ لا بزبط 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 بزبط، بس إذا أنت شطورة أعطيني مثال يلا أشوف. مش خاطر عبالي مثال والله. إذن هذا هوم وورك لإلك، جيبي لي مثال يلا أشوف المرة الجاية إن شاء الله. وإذا ما عرفتيش تجيبي مثال طبعا في فطورة عليه إن شاء الله. تمام، جميل جدا، شكرا آية. عمر عندك سؤال؟ نعم عمر. دكتور هو مش سؤال بس زميلتي اللي حكيت لك انه بيطلع الجوابين مختلفين، هي مش قصدها جوابين مختلفين، الجوابين زي بعض بس الصوره مختلفه. يعني اعطيك مثال اللي حكته انه مثلا تكامل ساين اكس كوساين الاكس دي اكس، في ناس ممكن تحلها بالتعويض تفرض واحد منه لانه جنبه مشتقته، وفي ناس ممكن تحله على المتطابقه ساين 2 اكس على 2 بتحوله زي هيك وبعدين بتكامله بالتكامل العادي، فبطلع الجوابين صورتهم مختلفة بس الجواب لما يعني بتحول بواسطة المتطابقة برجع نفس الشكل. ممتاز عمر، فهمت علي كيف؟ ممتاز عمر، بس تكلمنا السؤال اللي معك أشوف. تكامل ساين اكس كوساين الاكس. اوكي، هلا يعني مثلا إذا بدي في ناس بتحلوا تعويض. وصلت الصورة يا عمر؟ عمر اسمع، وصلت الصورة، خذ عم هي الجواب. هلا انا فهمت عليك، طبعا هذا الدرس راح نشرحه في 8.2، في 8.2 راح نشرح كيف نعمل هذا التكامل على السريع، بس مثلا اذا بدي اجيب لكم اياه هذا السؤال مثلا بكل بساطه بحكي لك خذ عمي من صفر لباي، هلا انت حر شو تحل، في الاخر لازم يطلع معك نفس الجواب اذا حلك صح. تمام، هلا اذا طلع معك مثلا شكلين مختلف، هذا شكل واحد وهذا شكل اثنين، اذا طلع معك اشكال مختلفه نو بروبلم، بس في النهايه تقدر تبسطهم لنفس الصوره، اذا بدك تبسطهم لنفس الصوره ما تحلك صح، غير هيك في خطا في الحل. أو مرات دكتور بيطلع الإلكترون بس بيكون الفرق بينهم الكونستنت، يعني لو رسمت الجوابين بيطلعوا نفس على الديسموث مثلا على الرسام بيطلعوا نفس الإلكترون بس بيكون فرق بينهم كونستنت، يعني إزاحة فوق أو إزاحة لتحت. نعم، شو تعريف، ما هو شو تعريف الكونستنت؟ تعريف الكونستنت إنه في عندنا infinitely many possibilities، في عندنا حل يعني عدد لا نهائي من الحلول الممكنة طبعا. هو هذا البحث. لما إجي أنا أحكي لك احذر في عندي اقتران، انا في عندي اقتران احذر مشتقته تساوي صفر، ها احذر شو هذا اللي بحطه في المربع، اكمل المربع اللي هو سي، ها اي عدد حقيقي، يعني لو واحد حط جدل 5 بقدر احكي له غلط؟ لا طبعا لو صح. واحد حط الباي بقدر احكي له غلط؟ اذا في هون عدد لا نهائي من الاحتمالات صح، بس لما اجي احكي تكامل محدود من كميه لكميه هذا العدد بيطلع نفس الجواب، ليه بيعكس هذا لانه موجود فوق وموجود تحت فبشطب، فلازم يطلع معك نفس الجواب عزيزي. وصلت دكتور، بس حبيت اعقب او فهمك شو هي كان قصدها، لانه كان هيك يصير معنا ايام ما كنا نحل في الثانويه. تمام يا عمي، تمام ممتازين، انتم شطورين، انتم شطورين. طيب جميل جدا، اوكي شكرا ل يعني ل ل لمداخلتك. طيب هلا بدنا نشوف مع بعض شوي يعني examples، شوي يعني نصير نشوف شو بنقدر ناخذ more examples شوي اصعب شوي صغيره. فمثلا شو رايكم نستفيد من درس اليوم ونحاول مثلا نعمل التكامل التالي، تكامل مثلا محدود x لين الاكس،
طبعا نتذكر يعني نحن خلينا في بالنا ايش، خلي في بالك مذكره انه نحن عملنا تكامل لين الاكس، وقلنا لكم لازم تتذكروا عباره عن اكس لين الاكس ناقص اكس زائد سي. هذا ايش فرغنا منه، هذا جاهز. هلا بدي اروح اعمل تكامل للناتج، هي الناتج شايفينه، بدي اروح اعمل تكامل للناتج اكس لين الاكس دي اكس. فهلا هون ما بزبط بالتعويض لانه ما فيش عندي اقتران ومشتقته جنبه ما بزبط، فبدي افكر بطريقه ايش الاجزاء باي بارتس. فممكن اجي احكي لحظه شوي، انا بدي اعمل هاي تكامل من واحد لاثنين ليو في ايش في دي في. هلا في هاي الحاله ساعتها بدي انا اجي احكي شيء هي يو واحكي شيء هي دي في. هلا ممكن حدا تتراود له على السريع انه يحط محل يو اكس، ما حدا يكتب معي. اذا حطيت محل يو اكس ساعتها محل دي في بدك تحط اللي ظل اللي هو لين الاكس دي اكس. بس هنا عندك دي يو سهله، شايف كيف هيها، بس كيف بدك تطلع في بدك تعمل تكامل لمين؟ للين الاكس، تمام. فهون لما تعمل تكامل للين الاكس بدك تحط اكس لين الاكس ناقص اكس، كويس زي ما هو هون. فهذا بتطلب منك تبقى عارف هاي التفاصيل. بس ممكن واحد ثاني يجي يحكي انا حر، انا بدي اغير مثلا، بدي اخذ محل يو تساوي لين الاكس واحط محل دي في اللي ظل اللي هو اكس دي اكس. ساعتها هون بيطلع معك دي يو شو مشتقه اللين، واحد على اكس دي اكس سهل. ولما اجي اعمل تكامل هون ولا في اسهل منه، اكس تربيع 2. لاحظوا هاي اسهل من ايش، من اللي فوق، بس الثنتين بزبطوا، الثنتين صح 100%. فانا سواء استخدمت اللي فوق ولا استخدمت اللي تحت القانون هيو جاهز بستنى فيه. هاي عباره عن يو في في عند الواحد والاثنين ناقص تكامل العكس من الواحد لاثنين. فيا بشتغل على القاعده الاولى يا بشتغل على القاعده الثانيه، نك اللي بدك اياه وعوض، لازم يطلع معك نفس الجواب. ف يعني مثلا خلينا نطبق على مثلا ايش على القاعده الثانيه اسهل لانها. فبيجي بحط محل يو هي عندي لين الاكس، محل بي هي اكس تربيع 2، كل هاي كميه من واحد لاثنين ناقص تكامل من واحد لاثنين، محل بي بحط اكس تربيع 2، محل دي يو بحط واحد على اكس دي اكس، سهل علينا الشغل. وبعمل تعويض بعوض اللي فوق، فعندك لين 2 مضروبه في 2 تربيع 4 على 2 2، هي عوضت 2 ناقص عوض الواحد لان الواحد صفر مهيته، مضروبه في ايش؟ في نص. فهي عوضنا جاهز هون التعويض. حكيت ناقص بيجي بحكي هاي الاكس مع التربيع بتروح بتطلع معي نص، بضل تكامل الاكس اللي هي عباره عن اكس تربيع 2، وهذا الكلام من 1 ل 2. فهي جوابها صفر بتروح، بضل عندي هون 2 لين 2 ناقص نص في 2 اللي هي 1 على 4، واكس تربيع مره بعوض 2 مره بعوض الواحد، فبطلع الجواب 2 لين 2 ناقص 4 مضروبه في 4 ناقص 1 3. اذا الجواب النهائي بيطلع معنا اللي هو عباره عن لين، بقدر اجيب 2 هي هون ديروا بالكم، فبصير لين 4 ناقص 3 على 4. هذا هو الجواب النهائي. لأن التكامل المحدود يا جماعة جوابه رقم، التكامل المحدود جوابه إيش؟ رقم. فبدنا ننتبه لهي النقطة. كنت بدي أسألكم سؤال، لو طبقت على القاعدة الأولى لازم يطلع معك نفس الجواب، يعني اشتغلت على هاي ولا هاي بزبط 100%. طب بدي أسألكم سؤال، فكركم بزبط أروح أحسب هذا التكامل عن طريق الأسهم؟ فكركم بزبط؟ يلا أسمع منكم شو رأيكم، فكركم بزبط على اسهمها؟ يلا يا آية بزبط يا عمي آية على اسهم هاي؟ اه بزبط، كل التكاملات اللي بتزبط شو اسمه بدون اللي مش اسهم اللي هي الثانية بزبط على اسهم. ديري بالك مش يعني لو جبت لك سؤال زي هيك بزبط على اسهم هذا السؤال؟ طلع كيف لو حكيت لك هذا التكامل ايكو اكس لين الاكس، يلا تفضلي اعملي لنا اياه على اسهم. على الأسهم أول شيء بحط الإي للقوة الإكس بشتقها. لا لا الإن الإن بقى خلينا نقلبهم. طيب نقلبهم أسهل. طيب هاي لحالك عرفتي. طيب هاي اللين، هاي بدنا نحط على اللين، هاي اللين لأن الإكس بشتقها وإي القوة للإكس اللي هي بكملها. يلا تفضل اشتق يا عمي. لأن الإكس اللي هي واحد على إكس دي للإكس، وهي تكاملها نفس وبعد برجع بشتق الواحد على إكس. يلا هاي ناقص واحد على اكس تربيع وهي تكامل نفسها. يلا ضلك استنى في رحمة ربنا هون، تمنى يطلع معك اخضر، بطلع معك اخضر هون؟ لا مش رح تطلع، لان انا بزبطش بالاسهم، اذا مش دائما الاسهم تزبط. هذا اللي بك هوم ورك لك، فمش دائما مش دائما الاسهم بتزبط.
هذا مثال على الأسهم بزبطش. طيب نرجع للسؤال تبعنا. إذن السؤال تبعنا دام التكامل، طلعوا كيف دام التكامل من واحد لاثنين X، لين X خلاص ذكرت معنا بنعملها على الأسهم. شو رأيكم بزبط على الأسهم هاي؟ اللي بيعرف، مين بيعرف هاي بتزبط على الأسهم؟ شو رأيكم؟ إذن في عنا حدا رافع إيدي. سارة، نعم سارة. دكتور بتوقع انه بتزبط، بس المشكلة انه الاقتران الثاني لان الاكس صعب تكامله، يعني بزبط احط انه الاكس، الاكس بتصفر فعادي. طيب هاي يلا اشتق الاكس. واحد واحد بعدين صفر صفر، خلصنا منها. طيب كيف نعمل تكامل لان الاكس؟ تفضلي كاملي. هلا هو هنا التكامل بصير زي كأني بدي اسويه زي ما سويناه اول مرة. شو بطلع؟ طيب صعب. تذكري شو بطلع؟ طلع لين اكس لين الاكس زائد ناقص اكس. طب لسه بدنا نعمل كمان تكامل، لسه بدنا نعمل كمان مره صح؟ طب شو اسوي هلا هون؟ هي بحط والله هي التكامل نفس الشيء صح؟ بالنسبه للاكس بالنسبه للاكس ما رحت تكامل اكس تكامل اكس. تمام وهي هاي اللي حليناها هلا. يلا شو بطلع الجواب هنا؟ معناته التكامل من واحد لاثنين اكس لين الاكس شو باقي يساوي؟ باقي يساوي اكس في اكس لين الاكس ناقص اكس ناقص اكس صح ناقص. هذا لازم تكامل تكامل محدود من واحد لاثنين ناقص. نفتح قوس كبير نضرب الواحد في هاي الكميه، تكامل اكس في اكس اثنين ناقص اكس تربيع اثنين، صح ولا مش صح؟ طيب هلا هون بدي ادخل السالب يودين عند بعض هذول، بقدر انقلهم مع بعض. كميتين من واحد لاثنين اكس لين الاكس هي صاروا كميتين صح هيك تساوي هلا اكس في اكس عندي على الطرف اليمين. ممكن نطلع كمان اكس مشترك من هون، بصير عندي اكس تربيع لين الاكس ناقص واحد، كل هاي الكميه من واحد لاثنين زائد اكس تربيع على اثنين زائد اكس تربيع اثنين كمان من واحد لاثنين وبنكمل. ف بصير عندنا هون يعني عادي بزبط فيش مشكله. بزبط. فبصير عندي هون هاي اكس تربيع لين الاكس ناقص اكس تربيع زائد اكس تربيع 2 كل هاي البضاعه من 1 ل 2. فاذا ببسطها كويس ناقص اكس تربيع وموجب نص اكس تربيع بصير ناقص اكس تربيع 2 وبنعوض. مره اللي فوق هاي 4 لين 2 ناقص 2 تربيع اللي هي 4 2 2 ولا في خطا يا جماعه؟ مزبوط هيك مزبوط. قصدي ناقص واحد. هلا انا عوضت اثنين، هيك بدي اعوض الواحد اللي هو واحد تربيع لان الواحد ناقص نص. فشو بصير هلا الجواب؟ لازم يطلع معنا نفس الحاجه على فكره. هي عندنا هون 4 لان 2 ناقص 2 وهي بتروح صفر هي، بضل موجب نص. فسالب 2 وموجب نص هي سالب 3 على 4، بس هون طلع معنا 4 لان 2. في هون خطا بسيط، لازم هي الاربع لازم ترجع 2. مين بقول لي؟ في عندنا خطأ بسيط هون شكله. شو الخطأ تبعنا؟ إنه لما طلعنا إكس الإكس مشتقتها واحد صفر وتكامل إكس لين الإكس ماينس إكس، فلما نيجي نعوض تمام طلع معنا هون اللي هو إكس تربيع لين الإكس مضبوطة هاي ماينس اكس تربيع. طيب و نسينا نقسم على 2 يا جماعه صح ولا لا؟ شكلنا ناسيين نقسم على 2، عوضنا بدون ما نكبر القسم على 2. احسنتم. اذا هلا هون في عندنا الجواب اللي طلع معنا يعني ناسيين نقسم على 2 لانه هاي 2 موجوده لساتها هون. فشو لازم نعمل؟ فالفكرة انه هاي 2 لازم تيجي هون، فبنقسم الطرفين على 2 تيجي عندك هون وهون، يعني بصير عندك هون على 2 وهي بتصير على 4 فبطلع الجواب. فلما بيطلع معك 4 على 2 شايفين كيف لما تعوض، وهي بتصير 1 لما تعوض 2 ناقص لما تعوض الواحد هاي بتروح، بضل عندك هون ربع. ساعتها بطلع معنا الجواب ايش؟ بطلع الجواب عندنا هون 2 لان 2 ناقص 1
صح؟ وموجب ربع، موجب ربع، فناقص واحد وموجب ربع ثلاثة أرباع، وهي اثنين معنا. لاحظوا نفس الجواب، فلازم يطلع معنا نفس الجواب. شو رأيكم؟ أنو أحسن، طريقة الأسهم ولا الطريقة العادية؟ بس بدكم تديروا بالكم هون يا جماعة، مرات الأسهم كويسة بس بدها حذر يعني، وبدنا ننتبه لها بطريقة ممتازة. طيب، إذا هذا كل ما يتعلق بدرس 8.1، بس بدي أعطيكم كمان أسئلة نقاش على هذا الدرس، بمعنى خليني أحل كمان سؤالين من أسئلة الكتاب وبعدين بفتح باب الأسئلة للجميع. فبدنا نشوف مع بعض السؤال التالي، شو رأيكم؟ نشوف أحد أسئلة الكتاب اللي هو سؤال 11، كيف نعمل تكامل لتان انفرس للواي دي واي. يلا أسمع منكم، مين عنده فكرة؟ طلع هذا العلاقة بدرس المحاضرة اللي فاتت عن نهاية شابتر 7، نعمل تكامل لتان انفرس. مين عنده فكرة كيف نعمل تكامل لتان انفرس؟ كل الإيدين نزلوا بسرعة. طيب هلا، أها هي رجعت إيد. نعم يا سارة. أتوقع دكتور بدنا نرجعها للتعريف تبعها. شو تعريف تان انفرس؟ اللي هي اي مش الهايبربوليك، هذه ما لهاش علاقه بالهايبربوليك. تان انفرس هاي، هاي تان انفرس اللي رسمتها هيك اذا بتتذكري، هاي اكس وهاي واي، وفي عندنا هون اثنين اسيمتوتس، واحد اسمه باي 2 والثاني اسمه سالب باي 2، وبرسم تان انفرس هاي الصوره. هاي رسمة تان انفرس لاكس مثلا. طيب هلا بس بدي اعملها تكامل. طب هاي التكامل تبعها مش ما بزبط غير بالاجزاء، بمعنى انا بحولها لتكامل ايش؟ يو دي في، وبفرض انه انا عندي هنا يو هي عباره عن تان انفرس لاني بعرف اشتقها، اخذنا مشتق التان انفرس، وبخلي دي في هي نفسها دي واي. ساعتها لما اعمل تكامل بطلع هاي في تساوي واي. بس هون لما اعمل دي يو، حدا فيكم بذكرنا شو هي مشتق التان انفرس؟ شو المشتق لتان انفرس يا جماعه؟ هذا بعرف شو مشتق التان انفرس. تان انفرس مشتقتها يا جماعه، هذا بتذكر واحد على واحد زائد شو؟ واي تربيع دي واي. هلا بعدها بيجي برجع القانون تبعنا محله، هاي بتصير يو في في ناقص تكامل العكس في دي يو، وبكمل. فيو في في بتصير عندنا واي في تان انفرس للواي ناقص تكامل في اللي هي واي في دي يو اللي هي دي واي على واحد زائد واي تربيع. وهذا السؤال ممتاز مرتب لانه براجع كثير افكار. فعندنا هي واي تان انفرس للواي ناقص، هلا انا صف عندي هون تكامل ايش؟ واي على واحد زائد واي تربيع، وكانه اقترانه مشتقته جنبه تقريبا. لاحظوا الاقتران اللي تحت تقريبا مشتقته فوق، شو ناقصها؟ ناقص بس احط اثنين هون وبقسم على اثنين برا، وصف عندك اقتران ومشتقته فوق، معناته هذا تعريف اللين. إذا هذا y tan inverse للy ناقص نص، فلان اللي تحت قيمة مطلقة، مش بصدق اشتق، زائد c لأنه تكامل غير محدود. بس سؤال لإلكم، في داعي للقيمة المطلقة هاي ولا فيش لها داعي؟ لأنه اللي جوا اللين لازم يكون موجب، هاي اللين. اللين بتعرف بس ايش؟ الأعداد الموجبة. y تربيع دائما موجب، زائد واحد يعني بضل الجواب ايش؟ موجب. ففيش داعي للقيمة المطلقة، وبالتالي بنهي الموضوع بتان انفرس للواي ناقص نص لين، فيش داعي للقيمة المطلقة. فاللي فاهم السؤال يضغط الرقم 10، واللي مش فاهم السؤال فايدة. اوكي، إذا في عندنا سارة عندها سؤال. نعم سارة. هو مش سؤال، هو بس عشان بدي أتأكد، هلا لو جبت لنا تاني الواي الكل والسالب واحد هاي بتصير كوتان اللي هي المقلوب. نعم نركز، ديري بالك. تعريف واضح، tan inverse للy لا تساوي tan y قوة ناقص واحد. تمام. هاي الأخيرة هي عبارة عن واحد على tan y اللي هي cotan y، فمن نتأكد ما نتخربط بهاي الأشياء. شكرا على سؤالك. طيب جميل جدا، نشوف كمان مين عنده استفسار في الشيء. استفسارات ناخذ كمان سؤال، معناته شو رأيكم في سؤال مثلا
25 أسئلة الكتاب، سؤال 25 طلع شو بحكي، بدي أشوف مين الشاطر أو الشاطرة هون، بعرف ما لي هذا التكامل. 3 S plus 9 DS. هلا هذا التكامل ما بزبط بالتعويض، ما في عندي اقتران ومشتقته جنبه. هلا الطلاب عادة شو بيسوي الطلاب؟ لما بشوفوا أشياء زي هاي بحولوها بهاي الصورة أسهل لإلهم، 3 X زائد 9 DX، بقول لك هيك أنا بشوف أحسن. طيب زي ما بدك، بدك هيك بزبط، بدك هيك بزبط، اللي بريحكم. هلا السؤال، مين بعرف شو فكرة هذا السؤال؟ يلا مثلا كيف نحل هذا السؤال؟ هو السؤال شوي مش سهل يعني الفكرة تبعته، ولكن بدخل فيه إيش إشي بالأجزاء، فبدنا نسمع منكم كيف نعمل هيك تكاملات. يلا إذا في عنا حدا جديد دخل على الخط، محمد مناصرة. يلا يا محمد. دكتور، ما نقدر نشتق اي قوة 3x جذر 3x زائد 9 فنفرضها يو. طيب لحظة شوي بدي امشي معك، بس اذا حدا بيكتب ما حدا شي يكتب. يلا هي يو تساوي جذر 3x زائد 9 وبعدين لا اي قوة جذر 3x قوة زائد 9 واحدة بدك اياها هذا بعدين شو بدك تسوي؟ طيب هاي مرة واحدة يلا مشتقها هاي مرة واحدة، شكلك يعني بدك تحط رابع من أول مرة. طيب وبعدين نشتقها الأول اللي هي مشتقة الجذر 3x زائد 9 اللي هي 1 على 2 في 1 3 على 2 في جذر 3x زائد 9. طيب بعدين وشو اسمه دي في اللي هي تساوي دي اكس من كاملها اللي هي تساوي اكس، يعني بدك تعملها بالاجزاء قصدك؟ بالاجزاء. طب هاي هيك خلصنا اشتقاق احنا هيك خلاص؟ نعم احنا هيك خلصنا اشتقاق. كيف بشتق؟ لا في اي قوه في هي نفسها. هيك صار صح الاشتقاق. وبعدين دي في شو تحط؟ دي اكس. طيب وبعدين في تساوي اكس. طيب وهلا بعدها شو تسوي؟ تيجي تحكي هاي مثلا تكامل ايش؟ يعني اللي بالاحمر عندنا هون بدك تسميها انت هاي عباره عن تكامل يو دي في صح؟ طيب وهي يو في في ناقص تكامل في دي يو، وبعدها شو بده يصير معك؟ بعدها بدك تضرب يو في في، شايف؟ بدك تضرب هاي في هاي بصير معك ايش؟ هاي اكس وهي اي قوة جذر 3 اكس زائد 9. طيب كل هاي فيش فيها مشكله، لا نفدنا من هاي. طيب واللي بعدها؟ ناقص تكامل V كديش V X X بدك تروح تكامل إيش 3 على 2 جذر 3 X زائد 9 وهي كيف بدك تكامل بالتعويض أهلها. طيب يلا بالتعويض بس طويلة يا محمد يا طويلة صح؟ صح مش عندك إشي هيك بديل؟ الله شايف بعدين تنساش هون كيف بدك تعمل بالتعويض. ما هو انت عندك هون ركز معي يا محمد، يعني انت عندك هذا الاقتران مزبوط مشتقته موجودة هون، بس ما في عندك كمان اكس مشتقة لسه مش موجودة. مين حكى لك انها موجودة؟ وهي شو اسوي فيها الاكس هاي؟ صح اذا قل معي صعب يس. اذا محاولة جيدة. طيب مين عنده تحسين على شغل محمد؟ يلا شو إذا في ناس رافعين إيديهم، نسمع مثلا من فاطمة الأزهر. يلا فاطمة الزهراء دكتور. يلا يا فاطمة. ممكن إنه لما أفرض القوة، أفرض القوة مثلا تساوي Y، بعدين بشتقها وبتصير أسهل، بصير في عندي 3 على 2 Y. أول إشي أفرض القوة. يعني أنت قصدك هيك تعملي؟ طيب 3 اكس زائد 9 بعدين بشتقها دي واي تساوي، يلا هاي دي واي تساوي 3 على 2 جذر 3 اكس زائد 9 وبعدين بكتبها بدلالة واي. اذا اكتبها بدلالة واي بالاول اكتبها تكامل واي. يلا هاي اي قوة واي محل دي اكس واي محل دي اكس شو بدك تحطي 3 على 2 واي هيك يعني؟ يعني تطلع معك دي اكس بعدين باخذها اجزاء 2 واي دي واي على 3 صح هيك قصدك؟ ممتاز. وبعدين
باخذها اجزاء، باخذ 2 واي على 3 او بالاسهم بشتقها وبكامل اي قوة واي. يلا بنعمل سقفة لفاطمة الزهراء. اذا بنروح على الشات هلا ونكتب اف يعني فاطمة. شكرا دكتور. اف وهي مجموعة خمسات يعني سقفة قوية لفاطمة. ممتاز. اذا ارجو التعاون مع فاطمة على الشات. طيب جميل جدا. اذا هلا بروح بعدها على الاجزاء، بيجي بحكي انا بدي اروح على الاجزاء هي 2 على 3 واي كويس، وهي بشتقها بتصير 2 على 3 بشتقها بتصير 0، وبحط هنا اي كوب واي بكامل قد ما بدي، بضل كل شيء زي ما هو. بعدين ايش بيجي على الاسهم؟ هي موجب وهي سالب وخلصنا، فبطلع الجواب 2 على 3 واي اي كوب واي ناقص 2 على 3 اي كوب واي زائد سي، وبترجع واي قيمتها محلها اللي هي عباره عن ايش؟ اللي هي عباره عن 2 على 3. طبعا هنا بقدر اطلع اي كوب واي عامل مشترك اذا بدكم، بضل ان هنا واي ناقص 1، بضل ان هون واي ناقص 1 صح؟ اذا بنطلع اي كوب واي عامل مشترك زائد سي. بعدين ايش برجع كل شيء محله؟ هي اي محل واي هي عباره عن الجذر 3 اكس زائد 9، وبحط هون جذر 3 اكس زائد 9 محل واي، وهي ناقص 1 واي زائد سي، وكان الله بالسر عليهم. فهذا كل ما يتعلق يا جماعة بدرس 8.1. بتأمل تكون صورة واضحة للجميع. إذا في حدا عنده أي سؤال بقدر يرفع إيده يستفسر من أي حاجة بدي إياها. طيب في عنا حدا عنده سؤال؟ في عنا محمد مناصر. نعم محمد. أنا بالغلط دكتور ضلت إيدك مشغول. في عنا حدا رفع إيده كمان؟ فاطمة لساتك رفع إيدك؟ أوكي مش حدا رفع إيده، معناتها أعتقد هلا إذا كل الأمور واضحة معكم ورجاء نضغط الرقم 100، وإذا حدا عنده أي سؤال بقدر يرفع إيده. أوكي جميل جدا. إذا هذا كل ما يتعلق بسكشن 8.1. هلا كمثال توضيحي للنقاش بخصوص درس 7.8، خليني بس أذكركم بهالشغل. أول حاجة احنا عندنا القاعدة بتحكي كالتالي، في عندنا اقترانات سريعة بتروح للانترنت بتروح للانفينيتي. مثلا لو جينا نرسم الاكسبوننشال اي كو اكس، هذا الاكسبوننشال التيارة بروح على الانترنت على الانفينيتي بسرعة as x goes to infinity. طبعا كل شغلة as x goes to infinity، بس في نفس الوقت في بعض الاقترانات كثير بطيئة جدا 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 عمال ما تروح على الانفينيتي. مثلا احنا بنعرف ان رسمة لين الاكس هي لين الاكس، لين الاكس بروح للانفينيتي as x goes to infinity. فلو تيجي مثلا على الرسمه هي ليميت للاكسبوننشال لما اكس لين الاكس لما اكس تروح لانفينيتي ايضا الجواب جدا. يعني احكي لكم شغله، يعني هون عشان تشوفوا قديش بطيء، مثلا عشان تشوف قديش بطيء ممكن على الكالكوليتر عندك، على الكالكوليتر مثلا روح طلع مثلا على سوا ال 8 هون على سوا ال 8 مثلا، شوف قديش اي كو 8 راح يطلع معك رقم كبير جدا. رقم كبير جدا، بس بتقدر في نفس الوقت بتروح هون على نفس الرقم تروح على 8 هون مثلا بتشوف امتى اللين، امتى اللين بوصلك 8، بجوز تمشي رقم هائل جدا على محور سين، تمشي رقم كبير جدا هون كبير كبير جدا على محور سين قبل ما تصل لين هذا الرقم لل 8، مع انه اللين بروح لانفينيتي بس بطيء جدا. فهلا هدف 7.8، هدف 7.8 نشوف انه اللي اسرع للانفينيتي. فبكل بساطه بيجي باخذ الليمت لايش؟ لاي اقترانين اف على جي، بدي اشوف هو الاسرع فيهم، باخذ الليمت لما اكس بتروح لما لا نهايه. فاذا كان الجواب باخذ الليمت، اذا كان الجواب صفر معناته اللي تحت اسرع، معناته جي جوز فاستر ذان الباست از اكس جوز تو انفينيتي. اذا طلع الجواب انفينيتي معناته الباست السريع، واذا طلع معنا رقم موجب، رقم موجب زي 5 7 8 9 لين الثلاث اي شيء، معناته اف ان جي بكونوا ايش؟ جرو ات سيم ريت as x goes to infinity. فممكن اطبق على هاي الالكترونات مثلا امثله يعني ناخذ اكزامبلز. مثلا لو حكينا الاكزامبل التالي، شو رايكم مثلا اكزامبل، شو رايكم بالفانكشنز التاليه؟ لو اخذنا log x للاساس مثلا 3 واخذنا مثلا ln x، انو الاسرع بروح للانفينيتي، انو الاسرع؟ فشو بتساوي؟ بكل بساطه بتيجي بتقسمهم على بعض، قسم اللي بدك اياه، مش شرط انه اللي فوق واللي تحت، اللي بدك اياه. خذ مثلا اكس للاساس 3 على لين الاكس لما اكس تروح لما لا نهايه، ساعتها هون بحلل
انا بعد وتحت لين الاكس بروح هاي محاك بطلع الجواب واحد على لين الثلاث، واحد على لين الثلاث هذا رقم، فدام رقم بطبق على القاعده هاي، هاي قاعده. معناته اثنين بيمشوا بنفس السرعه لما اكس تروح لما لا نهايه، معناته بيجي بحكي ان لوج اكس على اساس 3 ان لين الاكس جرو ات سيم ريت. هاي نقطه مهمه. طيب نشوف مع بعض، نشوف مثال اخر. مثلا لو جيت حكينا نشوف الاكزامبل التالي، شو رايكم مثلا في انو اسرع اكس تربيع ولا لين 2 قوى اكس؟ هلا هون انا شو بجي بسوي؟ بجي بقسمهم على بعض، بجي باخذ الليمت بقسم، هاي بدي اقسم المره لين الاكس على اكس تربيع لما اكس تروح لما النهايه. فكرت انا بعطيكم قاعده يا جماعه، ركزوا معي دائما، اذا في عندك رقم مثلا الليمت للنص لما اكس بتروح لما النهايه واكس على الجواب تبعها صفر، بس الليمت لاثنين قوى اكس لما اكس بتروح لما النهايه هي جوابها انفينيتي. اذا باختصار اذا بدك تاخذ الليمت للرقم لاي رقم قوى اكس لما اكس تروح لما لا نهايه، شوف شو الجواب، الجواب صفر اذا كان هذا الرقم بين الصفر والواحد، والجواب انفينيتي اذا بك هذا الرقم اكبر من واحد. تمام؟ فعشان تشوفوا هذا الشيء بشكل يعني مرتب، بامكاني اخذكم مثلا معي على الرسام في الوقت بدل الضائع هلا هون، ونشوف كيف مثلا هالحكي. مثلا طلعوا علي كيف انا هلا بدي اعمل شير سكرين للجميع، شير سكرين، واجي احكي لكم نرسم مع بعض مثلا 2 قوى اكس، لاحظ 2 قوى اكس طلع على السريع، ما دام 2 ما دام 2 اكبر من 1 معناته الليمت له انفينيتي. طب روح درسوا مثلا 1 على 3، 1 تقسيم 3، و بدي اجي احكي هلا كل هاي الكميه قوى اكس، هاي قوى اكس، لاحظوا لي بالازرق، بما ان الثلث بين الصفر والواحد فالليمت له لما اكس بتروح لما لا نهايه بروح للزيرو، شايفين كيف؟ الليمت له بروح للزيرو. هلا بدي اروح ارسم، بدي اروح اشوف لين ايش؟ بدي اجيب لين 2، هاي لين 2، بس قبل ما ارسمها بدي اخذكم معي على النوتس افرجيكم بالمنطق كيف بده يطلع، بديش برجع على الرسمه، طلعوا كيف. انا بعرف بدي اطلع على لين 2، هكي شو بجي بسوي؟ بجي بحكي كالتالي، انا بعرف انه 2 هي اصغر من الاي واكبر من الواحد، صح؟ طبعا الاي كلياتنا بنعرف ان الاي تقريبا 2.718، معناته باخذ اللين لجميع الاطراف، لين الواحد اقل من لين 2 اقل من لين الاي، لان اللين متزايد، صح؟ رسمه اللين متزايد، وهي لين الاي 1، معناته لين 2 ساكن بين 0 و1، ما دام ساكن بين 0 و1 معناته الليمت له 0، معناته هاي اللي فوق لوين بتروح؟ هاي بتروح لزيرو، اذا هاي الليمت ممكن استثمر فيها بهي الطريقه، واحد على اكس تربيع لما اكس تروح لما لا نهايه، في الليمت للين 2 هو اكس لما اكس تروح لما لا نهايه، فكيت هاي انا متاكد جوابها صفر، وهي واحد على انفينيتي جوابها صفر، صفر في الصفر بطلع الجواب صفر، ما دام بطلع الجواب صفر معناته اللي تحت اسرع، معناته اكس تربيع از فاستر ذان. وهذا الشيء ممكن نشوفه من خلال الرسم يا جماعه، لو جينا على الرسام قلنا له تفضل ارسم لنا لين 2 قوى اكس هلا. طلعوا كيف برسم لكم اياها زي ثلث قوى اكس. شايفين كيف اللي بالاخضر؟ هاي اللي بالاخضر، لين 2 قوى اكس اللي بالاخضر، الليمت له لما اكس بتروح لما لا نهايه، الليمت له للزيرو. ففي عندنا من هاي في هاي الحاله بطلع معي انا لو بدي اجي ارسم مثلا اقارن مع اكس تربيع، كلنا بنعرف رسمه الاكس تربيع، شو رايكم؟ واضح انه اكس تربيع على السريع بروح لانفينيتي، لو بتقارن رسمه البيربل هاي البيربل مع الاخضر، لاحظوا انه الاخضر از اكس كوست انفينيتي بروح للصفر، بس هناك بروح للانفينيتي، وبالتالي من الرسم واضح من الرسم انه الاسرع هو عباره عن اكس تربيع اسرع من الاكسبوننشال. بس اذا بدك تقارن الاكس تربيع، لحظه شوي، اذا بدك تقارن الاكس تربيع مع الاكسبوننشال ولا شيء، ركزوا معي، ايكو اكس، ايكو اكس كثير سريع، طلع كيف؟ الاسود اسرع من الاكس تربيع، فلو بنرتبهم هذول بيجي بحكي اكس تربيع اسرع واحد، اسرع واحد ايكو اكس، بعدين ايش اكس تربيع، بعدين ايش لين 2 كو اكس. فلو نرجع على النوت وارتبهم بيجي بحكي مثلا كالتالي، لو جانا سؤال بهي الصوره انه بدنا نرتب فكركم انو اسرع، لو جينا حكينا لكم اكزامبل فكرك انو اسرع مثلا لين 2 كو اكس ولا ايكو اكس ولا اكس تربيع، ذن اكس تربيع لما اكس تروح لما لا نهايه لازم الجواب يطلع انفينيتي، لا مش مصدق اشتق فوق وتحت لانه هاي انفينيتي على انفينيتي، بدل اشتق فوق وتحت برد اشتق فوق مره بطلع ايكو اكس على 2 فبطلع الجواب انفينيتي. بعدين شو بقدر اضمن انه ايش؟ انه ايضا اكس تربيع فاستر ذان ايش؟ فاستر ذان لين 2 كو اكس، وهذا اثبتناه فوق.
معناته الترتيب تبعهم كالتالي بيكون الاسرع اسرع واحد اللي هو عباره عن ايكو اكس اسرع واحد، بعدين ايش بيجي عندك اكس تربيع، بعدين ايش بيجي عندك بين 2 كو اكس. فهذا هو الترتيب الصحيح كيف نقارن بينهم. فبتامل تكون الصوره واضحه للجميع.